يقول: هل يستطيع العبد أن يجزم وأن يعلم بأنه مخلص لله سبحانه وتعالى؟ لا، ما يجوز أنه يزكي نفسه، هذا تزكية النفس. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. يقول جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالإنسان لا يزكي نفسه، لكن يرجو الله ويعظم الرجاء بالله عز وجل. نعم.